رحبكم من شركة فيرس موتور هيونداي البحرين. اليوم راح نتكلم عن أحد أهم الرموز الموجودة في لوحة التحكم اللي هو التشيك إنجن أو الإنجن لايت. أحد أهم الرموز الموجودة في لوحة التحكم هي الإنجن لايت أو التشيك إنجن. التشيك إنجن مشاكله كثيرة وأبرزها تكون مشاكل كهربائية، ومن هالمشاكل تكون ماب سنسر أو الأكسجين سنسر أو حتى يكون الآيل قاصر. في حال ظهر عندنا التشيك إنجن أو الإنجن لايت في لوحة التحكم يرجى منكم زيارة قسم الصيانة في الفيرست موتور هيونداي البحرين.